وضع المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إطار عمل جديد يعنى بنقل البيانات بين الدول، ويهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من تعزيز التعاون المبني على التكنولوجيا القائمة على البيانات. ويساعد إطار العمل البلدان على الاستعداد للمنافسة في الثورة الصناعية الرابعة في وقت تشكل فيه القيود المفروضة على نقل البيانات معوقا لتطور الاقتصاد الرقمي العالمي. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. السيد محمد، بعد التحية، ما أهمية حرية انتقال البيانات بين الدول للثورة الصناعية الرابعة والتي دفعت مملكة البحرين للتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لوضع إطار عمل لها؟ طبعا في بداية أنا أتقدم بالشكر لقناة البحرين الفضائية على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المبادرة، كما تقدم بالشكر لمجلس التنمية الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي العالمي على جهودهم واهتمامهم لإعداد هذه الدراسة العلمية الهامة وإتاحتها للدول الاستفادة منها لتأتي ضمن توجيهات جلالة الملك محمد للاستعداد للرقمي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. لا شك طبعا أن المعلومات والبيانات قد زادت أهميتها كثيرا في الوقت الحالي، حتى أضحت تعتبر بمثابة النفط والوقود الجديد كما يسميه البعض. وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين بصورة استثنائية على الوصول إلى البيانات الضخمة ومعالجتها، ولا يمكن في كثير من الأحيان الحصول ذلك دون استخدام الحوسبة السحابية وإمكانياتها الضخمة من قدرة على معالجة البيانات وبناء بنية تقنية طبعا ضخمة في وقت قصير، أو إلغاء هذه البنية التقنية بعد الاستخدام، ما يترتب على ذلك من تقليل كبير جدا في التكلفة، وهو مطلب أساسي مثل ما نعرف في الحكومات والشركات خاصة في الوقت الراهن. طبعا معوقات انتقال البيانات بين الدول لها آثار اقتصادية سلبية كبيرة جدا على سلاسل الإمداد. كل الأنظمة اليوم العالمية تحتاج ذلك لسرعة تزويد ونقل البضائع أو للحجوزات أو لفتح فروع لها، وتساهم طبعا عملية تسهيل انتقال هذه البيانات على جذب الاستثمارات لأي دولة، وتساعد على تأسيس الشركات القائمة على الاقتصاد الرقمي وازدهارها، وأيضا تساهم الحد من الجريمة الخاصة الإلكترونية منها. نعم أستاذ محمد، ما هي أهمية هذه المبادرة لمملكة البحرين لكي تجري هذا الاتفاق مع المنتدى الاقتصادي العالمي؟ طبعا المنتدى الاقتصادي العالمي وقف على الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال وأسبقيتها في سن التشريعات ذات الصلة. مثل ما نعرف يعني البحرين تقدمت من فترة طويلة وتبنت الحوسبة السحابية واستقطبت شركة أمازون وكبرى الشركات أن هي تفتح عمليات مملكة البحرين، والسياسات اللي تدفع الحكومة والشركات للتحول نحو الاستفادة من إمكانياتها بوقت جدا مبكر. حدث ذلك طبعا من خلال قرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. لذلك يعني المنتدى الاقتصادي عقد هذه الشراكة مع المجلس التنمية. البعض يعتقد أن عدم استماح خروج البيانات من الدولة أن ذلك أكثر أمن لبياناتها وأنظمتها، وأغفل أن التقنيات الحديثة اليوم فرضت واقع جديد ما نقدر نتجاهله. يعني إذا نظرنا على سبيل المثال مع انتشار الوباء كورونا، معظم الاجتماعات تحدث عن بعد، سواء لمجالس إدارة، اجتماعات مهمة، لجان وزارية، وهذه تعتبر بيانات مهمة جدا وفيها اتخاذ قرار تنتقل عبر بين الدول. لا تستطيع الدول أن هي تمنع انتقالها. أيضا أنظمة التراسل ونقل البضاعة، لذلك يعني عدم وجود تشريعات يعيق الدول من الاستفادة من انتقال البيانات ولا يمنع انتقالها، ويعرض الأنظمة والبيانات الحكومية للاختراق ويقلل من فرص حمايتها أو متابعتها ووضع الضوابط المناسبة لحمايتها. لذلك طبعا يفقد هذه الدول فرص كبيرة من بناء القدرات والخبرات المناسبة للتعامل مع الأنظمة. ويعني أنا أعتقد الدراسة تضع إطار عام وخارطة طريق للدول وتفتح المجال لوجود بدائل وخيارات متعددة، ووضع يعني الإطار هذه خارطة الطريق في 6 مراحل، من مراحل الأقل نضجا إلى المراحل الأكثر، وفيها تفصيل حقيقة كبير جدا. نعم. من خلالها لو اتبعت الدول هذه الدراسة بإمكانها أن هي يعني تسهل من انتقال البيانات، تستفيد من الإمكانيات الكبيرة الموجودة لنقل هذه البيانات، وأيضا تبني الخبرات الذاتية الموجودة بدون أن يكون هناك أي أثر سلبي على حماية بياناتها
وأنظمتها الداخلية. نعم، سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.